هذا السائل يقول: مريض في السرطان حينما يتناول جرعات الكيماوي والمسكنات يضعف التركيز والجسم، حيث لا يضبط الصلاة أو ينام بسبب المنوم والإرهاق، ماذا يفعل مع الصلاة حيث أن الحالة مستمرة؟ نسأل الله له العافية والشفاء. هو نسأل الله له الشفاء والعافية من هذا المرض. ولا شك أن مثل هذه الأمراض التي يبتلى بها البعض لا شك أنها تسبب لهم الآلام الشديدة، وخاصة من يصاب بمرض السرطان فربما يأخذ بعض الأدوية مثل ما يسمى بالكيماوي وغيرها، فلا شك أن لها تأثير كبير جدا، وربما أعطي بعض المسكنات التي يحتاجها من أجل الراحة. ولذلك نقول للمريض سواء السائل أو غيره ممن أصيب ببعض الأمراض التي أيضا تترتب عليها أو يترتب عليها مشقة عليه خاصة في صلاته، فنقول له في هذا الحال يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمع على حسب استطاعته وحسب أيضا الأيسر له، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ولكنه ينوي ذلك قبل دخول وقت الظهر أو قبل دخول وقت العصر، فينوي التقديم أو التأخير، فيجوز له أن يجمع ما بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، فلا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام أيضا بين رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. ولذلك المريض فهو بحاجة، وهو أيضا مثل ما يتعلق بأمر المستحاضة عندما أيضا تحتاج إلى أن تجمع ما بين الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب حيضتها وعدم استطاعتها أيضا بما يتعلق بالمحافظة على وضوئها، فمثل هذه الحالات يجوز لهم أن يجمعوا ما بين الصلاتين، يجوز له أن يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينبه أيضا أنه لا يقصر الصلاة، بعض الناس يظن أنه إذا جمع يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة إنما يصليها تامة. نعم.